السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أول يوم رمضان، احنا بنتكلم عن السنن النهاردة. هركز على سنن الطعام، مش هجيب حاجة صعبة، هي حاجات اوريدي احنا بنعملها، فبس بنذكر بيها من عندها. نلاقي ان احنا اوريدي بنعمل سنن كتير واحنا مش حاسين. مثلا من سنن الأكل والشرب، تغطية الإناء، غسل اليدين، ثلث لطعامك وثلث لشرابك، التسمية، عدم النفخ في الماء، الشرب وانت جالس. طبعا في احاديث ان في الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم وشرب وهو جالس، لما امر سيدنا علي ان هو يجلس ويقعد ويشرب. ان البيت يعني اهمية التمر والعسل واهمية وجود خل في البيت والإدام في البيت. برضو لو الناس بتعمل اكل او شوربه مثلا او كده، بتزود عشان جيرانها ممكن تكون تاخد. اطعموا الطعام وافشوا السلام. فدي قصدي حاجات كتير اوريدي احنا بنعملها، بس بنعملها بنية ان هي مش عارفة، يعني ممكن عادات وتقاليد، لكن احنا عايزين نركز عليها، نركز اكتر ان احنا نعملها بنية السنة. يعني فدي يعني التركيز على السنة. هحاول اجيب الاحاديث ان شاء الله، احطها في البوست كلها اللي متعلقة معظمها، بس اهم الاحاديث المرتبطة بالطعام والشراب اول يوم صيام ان شاء الله، وصوما مقبولا وافطارا شهيا.